الدنيا داين تدان، واللي هتعمليه النهارده في واحده ست هيتعامل بكره فيكي اضعاف مضاعفه. وياما شفنا قصص لاسامي واسامي تقيله ومشهوره خدت الراجل من على مراته، راح جايه واحده تانية واخده برضه من على مراته، وفضيحه بجلال. هي اسمها كارما، كارما دي بالانجليزي يعني، كارما دي لو هنترجمها بالعربي اسمها الدنيا داين تدان. اللي انت هتعمليه النهارده في واحده ست هيطلع بكره على جدتك اضعاف مضاعفه.